أنا مجدي الزمار، مشتغل في قطاع الرخام والجرانيت وحجر البناء. تأسست الشركة عام 1973. جدي كان أول من أسس هذه الشركة، ومن ثم والدي ومامي، وإحنا الآن الجيل الثالث، فنحن متوارثين هاي المهنة أباً عن جد. والدي كان كتير بحب الفن وبعشق الشغل اللي هو بيشتغله، عشق يعني. كان بتغنى في الرخام والجرانيت. الرخام والجرانيت هي مادة طبيعية وبتذكرنا بعظمة الخالق. حب يطلع عن المألوف فبلش برسومات يدوية، ومنها بلش يطبق الرسومات اليدوية على الرخام. خطوات الرسم أو خطوات الفن بالرخام والجرانيت تبدأ من الرسم اليدوي، ومن ثم تنتقل إلى رسم على الكمبيوتر إذا كان نشتغلها على الكمبيوتر. ثم هنالك ماكينات خاصة، ماكينات الواتر جيت، التي بتقوم بحفر الرخام وقصه بالماء وقطعه بالماء بأشكال ومنحنيات متعددة، ثم يتم ملء الفراغات برخام من ألوان أخرى. طبعاً الألوان الرخام بتكون كل لون من بلد معين، فإحنا بنستورده من بلد المنشأ، من الجبل اللي بيطلع منه هذا الرخام. الطريقة اليدوية بتم رسم اللوحة وتقطيعها وترقيم القطع في اللوحة، ومن ثم يتم قص كل قطعة من الرخام بالطريقة اليدوية على المقصات اليدوية، ومن ثم يتم تجميع هذه اللوحة لتصبح لوحة فنية مطابقة للرسومات. شاركنا في العديد من المعارض حول العالم، وآخر معرض كان في بريطانيا، كان بلندن، مثلنا اسم بلدنا والأردن.